لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى، روى عن عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفي أنه قال لابن مسعود: حدثت أنك كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة وفد الجن. قال: أجل. قال: فكيف كان؟ فذكر الحديث كله، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خط عليه خطا وقال: لا تبرح منها. فذكر أن مثل العجاجة السوداء غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذعر أي ذعر ابن مسعود ثلاث مرات، حتى إذا كان قريبا من الصبح أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنمت؟ قلت: لا والله، ولقد هممت مرارا أن أستغيث بالناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك تقول: اجلسوا. قال: لو خرجت لم آمن أن يختطفك بعضهم. ثم قال: هل رأيت شيئا؟ قال: نعم، رأيت رجالا سودا مستشعري ثياب بيض. قال: أولئك جن نصيبين، سألوني المتاع والمتاع الزاد، فمتعتهم بكل عظم حائل أو بعرة أو روثة. عظم حائل يعني ليس عليه لحم. فقلت: يا رسول الله، وما يغني ذلك عنهم؟ قال: إنهم لن يجدوا عظما إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل، ولا روثة إلا وجدوا فيها حبها يوم أكلت، فلا يستنقين يعني لا يستنجي أحدكم أحد منكم إذا خرج من الخلاء بعظم ولا بعرة ولا روثة. أن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو بمكة: من أحب منكم أن يحضر أمر الجن الليلة فليفعل. فلم يحضر منهم أحد غيري. قال: فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة خط لي برجله خطا، ثم أمرني أن أجلس فيه، ثم انطلق حتى قام فافتتح القرآن، فغشيته أسودة كبيرة حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته، ثم طفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين، حتى بقي منهم رهط. ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الفجر، فانطلق متبرزا، ثم أتاني فقال: ما فعل الرهط؟ قلت: هم أولئك يا رسول الله. فأخذ عظما أو روثا أو جمجمة فأعطاهم إياه زادا، ثم نهى أن يستطيب أحد بعظم أو روث.
في الرواية الأخرى ذكر مثله إلا أنه لم يذكر الجمجمة. عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بت الليلة أقرأ على الجن ربعا بالحلول. مش الربع اللي هو الأربعة بتاعتنا زي ما قلنا قبل ذلك، يعني معناه يقرأ عليهم شيئا من القرآن. اختلفوا في الموضع الذي تلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه القرآن، فقال عبد الله بن سعود قرأ عليهم بالحجون، قال آخرون قرأ عليهم بنخلة. عن ابن عباس أن النفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جن نصيبين أتوه وهو بنخلة. عن مجاهد وإذ صرفنا إليك نفر من الجن قال لقياهم بنخلة ليلتين. قلنا أن الصحيح أن الذين كانوا يبحثون عما حدث في الأرض سمعوه وهو يقرأ القرآن بنخلة، والذي يظهر أن الذين أتوا على موعد وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إيمانهم كانت القراءة بالحنون أو غيرها لأنها تكررت مرات. وقوله فلما حضروه قالوا أنصتوا، يقول تعالى ذكر فلما حضر القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قال بعضهم لبعض أنصتوا لنستمع القرآن. عن زر فلما حضروه قالوا أنصتوا، قالوا صح صح كلمة تسكيت. عن قتادة في قوله فلما حضروه قالوا أنصتوا، قد علم القوم أنهم لن يعقلوا حتى ينصتوا. فلما قضي يقول فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراءة وتلاوة القرآن. عن ابن عباس فلما قضي يقول فلما فرغ من الصلاة، لأن المرة الأولى كان استماعهم عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه الصبح. فلما فرغ من الصلاة ولوا إلى قومهم منذرين. يقول انصرفوا منذرين عذاب الله على الكفر به. عن ابن عباس ذكر عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلهم رسلا إلى قومهم، وهذا القول خلاف القول الذي روي عنه أنه قال لم يكن نبي الله صلى الله عليه وسلم علم أنه استمع إليه وهو يقرأ القرآن، لأنه محال أن يرسلهم إلى آخرين إلا بعد علمه بمكانهم، إلا أن يقال لم يعلم بمكانهم في حال استماعهم القرآن، ثم علم بعد قبل انصرافهم إلى قومهم فأرسلهم رسلا حينئذ إلى قومهم، وليس ذلك في الخبر الذي روي. كما ذكرنا أن هذا يحتمل أن يكون مرة أخرى أصلا وليس يلزم أنه في نفس المرة. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل هؤلاء الذين صرفوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجن لقومهم لما انصرفوا إليهم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا قومنا أي من الجن، يا قومنا من الجن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد كتاب موسى مصدقا لما بين يديه يقول يصدق ما قبله من كتب الله التي أنزلها على رسله يهدي إلى الحق، يقول يرشد إلى الصواب ويدل على ما فيه لله رضا، وإلى طريق مستقيم يقول وإلى طريق لا اعوجاج فيه وهو الإسلام. عن قتادة أنه قرأ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، فقال ما أسرع ما عقل القوم. ذكر لنا أنهم صرفوا إليه من نينوى. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل هؤلاء النفر من الجن
يا قومنا من الجن أجيب داعي الله. قالوا أجيب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما يدعوكم إليه من طاعة الله، وآمنوا به يقول وصدقوا فيما جاءكم به وقومه، ما جاءكم أنتم وما جاء قومه به من أمر الله ونهي وغير ذلك مما دعاكم إلى التصديق به يغفر لكم، يقول يتغمد لكم ربكم، يغفر لكم ربكم من ذنوبكم، أظنها تصحيف، يتغمد تصحيف، يغفر لكم ربكم من ذنوبكم فيسترها لكم ولا يفضحكم بها في الآخرة بعقوبته إياكم عليها، ويجركم من عذاب أليم، يقول وينقذكم من عذاب موجع إذا أنتم تبتم من ذنوبكم وأنابتم من كفركم إلى الإيمان بالله وبداعيه، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. يقول تعالى ذكر مخبرا عن قيل هؤلاء النفر لقومهم، ومن لا يجب أيها القوم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا وداعيه إلى ما بعثه بالدعاء إليه من توحيده والعمل بطاعته فليس بمعجز في الأرض. يقول فليس بمعجز ربه بهربه إذا أراد عقوبته على تكذيبه داعيه وتركه تصديقه وإن ذهب في الأرض هاربا، لأنه حيث كان فهو في سلطانه وقبضته وليس له من دونه أولياء. يقول وليس لمن لم يجب داعي الله من دون ربه نصراء ينصرونه من الله إذا عاقبه ربه على كفره به وتكذيبه داعيه، أولئك في ضلال مبين. يقول هؤلاء الذين لم يجيبوا داعي الله فيصدقوا به وبما دعاهم إليه من توحيد الله والعمل بطاعته أولئك في جور عن قصد السبيل، أولئك في ضلال مبين، أولئك في جور عن قصد السبيل وأخذ على غير استقامة مبين. يقول يبين لمن تأمله أنه ضلال وأخذ على غير قصد. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.